أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري بشأن صون حقوق الطفل، منوهة بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات. وبهذه المناسبة توجه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان بخالص التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على ما حققته المملكة من تقدم في مجالات رعاية الطفولة وصون حقوق الأطفال. ونوهت اللجنة بالتقدم المحرز لا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2011، مقدرة في هذا السياق التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل وقانون الأسرة والاستراتيجية الوطنية للطفولة والاستراتيجية الوطنية للشباب، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واتخاذ التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.